السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بارتال. هنتكلم في الدرس ده على example كده، هنستخدم فيه الثلاث حاجات الفانكشن، وجوه الفانكشن هنستخدم while اللوب، وجوه اللوب هنستخدم الكونديشن اف. ماشي، ركزوا معايا بقى عشان خاطر هنبتدي نخش في حاجات تقيلة شوية. طيب أنا وليكن فكرة البروجرام، أنا عندي نص هيبقى اسمه مثلا، او نص مثلا اسمه hello my name is محمد and how are you. ده النص بتاعي، انا عايز اشيل المسافات الموجودة في النص دي، اضمها كلها على بعض، اشيل المسافات دي عن طريق function. طيب تعالوا مع بعض كده كده واحدة واحدة. هعلن عن function نسميها remove space اللي هو حذف المسافات، وهديلها نص parameters نسميه text، الانبوت بتاعي اسمه text. طيب اول حاجة هنعملها، انا عايز محتاج اللي انا هطلع ال variable اللي هطلع فيه الناتج هسميه text without spaces، بدون مسافات، وهقول له ان هو قيمه نصيه خلاص. وهسيبه على كده دلوقتي، انا مش اديت له قيمه، انا بس عرفت ان هو string خلاص، لسه هنستخدمه بعد كده، انا بس بعلن عنه عشان هيستخدم بعد كده. طيب اجي بقى اقول له while طالما ان التكست تمام لا يساوي فاضي، طالما هو مش فاضي ادام عندي نص، نفذ بقى اللي هيحصل دلوقتي. اول حاجه هروح اعلن، او مش هعلن بقى، هروح اقول له جمله اف ان التكست زيرو. ايه هو التكست زيرو؟ اللي هو اول عنصر هيبقى في التكست، وليكن مثلا انا تحت هروح اعلن عن فاريبل، او مش هعلن عن فاريبل قصدي، هروح اقول له برنت ريموف سبيسز خلاص، وادي له الجمله اللي فوق دي، هي دي اللي هنطبعها. ماشي كده يا شباب؟ انا عايز اقول له تكست زيرو اللي هي اتش، ما هو ده الاندكس بتاعها زيرو اهو اتش، مالها لو ما بتساويش فاضي، لو مش فاضي، لو مش قيمه، مش سبيس، لو ما بتساويش سبيس اللي يحصل؟ خلي لي تكست وزاوت سبيسز يساوي تكست، يعني زود لي عليها، او هقول له بدل كده بلس ايكوال زود لي عليها التكست زيرو. واحده واحده كده عشان نفهم تاني، قلت له خلي لي الفاريبل اللي انا اعلنت عنه دوت زود لي عليه قيمه التكست زيرو، يعني زود لي عليه الاتش خلاص، اللي هو اول حرف في الجمله اللي انا هديها للبارامتر بتاعي او المعامل بتاعي. طيب نيجي بعد كده بقى، هاجي هنا اقول له خلي لي التكست بقى الجديده اللي انا هروح اقارنها تمام تساوي تكست، وشيل لي بقى رقم زيرو خلاص، انا شفت رقم زيرو ان هو ما بيساويش الزيرو، ما بيساويش سبيس، يبقى نبتدي برقم 1 خلاص، واقول له بعد كده خلاص انا هنا ابتديت ب 1، هيبقى هياخد ده كله من 1 للاخر. ماشي، اي هيبقى هنا الاي لا تساوي تمام، انزل نفذ دوت، زود لي الاي عليها، بعد كده انزل هنا بدايه من ال ال، هل ال ال سوري ال ال بتساوي سبيس؟ لا طبعا، يبقى نفذ دوت، زود ال ال هيبقى عندي اتش اي ال، برده كذلك ال اللي بعدها، برده كذلك الاو. هنيجي هنا بقى، هنا فاضي، اول ما يجي واحد هنا هيبقى بدايته من هنا الواحد خلاص، طبعا هيبقى سبيس، هيجي هنا اف تكست زيرو ايكوال سبيس، يبقى ما تنفذش، لو ما بتساويش سبيس نفذ، انما لو ساوت يبقى اخرج من اف وارجع تاني هنا تمام لجملة وايل، هيتجاهل دي. ماشي كده يا شباب؟ هيتجاهل السبيس، مش هياخده معانا، ما انا بقول له لو التكست يبقى اضيف عليه. ماشي، طب مش بيساوي، يبقى نرجع تاني هناخد اللي بعدها ماي نيم لحد ما اشيل السبيس، يعني طول ما التكست زيرو على حسب بقى موقعها، ما هو زيرو بتتحرك،
لان انا كل شويه التكست بدلها قيمه جديده، التكست بدلها قيمه جديده وبتجاهل الحرف اللي قبله. يعني باخد الحرف الاولاني بقارنه، هل هو بيساوي سبيس؟ لو بيساوي السبيس لا ما تنفذش، لو ما بيساويش ارجع زوده على الجمله. وفي الاخر اقول له رجع لي الجمله return text without spaces. تمام كده يا شباب؟ طيب هوضحها تاني بس نمشي نرن كده ونشوف اللي حصل. ظهر لي اهو hello my name is محمد and how are you من غير اي سبيس، شال لي السبيس. طب تعالوا نمشي واحده واحده كده عشان حاسس ان في ناس تاهت مني. طيب انا هعمل تعليق كده، نمشي مع بعض. تكست زيرو بكام؟ باتش. خلاص هتروح تضاف، نعتبر ان ده الفاريبل اللي اسمه تكست without spaces هيساوي اتش. ماشي اتش اهو هيتضاف. انا قلت ضيف لي تكست زيرو على تكست without سبيس. هنيجي هنا الحرف اللي بعده اي، خلي لي التكست تساوي الاي، الاي للاخر اللي هو ده، يبقى التكست هتساوي ده. خلاص الاتش اتشال. هنرجع نقارن، حرف الزيرو فيه اسمه بيساوي سبيس؟ لا، يبقى كمل، يبقى اضيفه هنا، يبقى حرف الاي. خلاص ننزل ناخد من اللي بعده، من بدايه من واحد هناخد ال، ال بيساوي سبيس؟ لا، يبقى اضيفه، ضيف ال. برده اللي بعده ال، ماشي برده اللي بعده الاو. هنيجي باللي بعد كده الفاضي، فاضي تمام هنا سبيس، قصدي يعني سبيس. تكست زيرو هنا طلعت بسبيس، سبيس لا تساوي سبيس؟ لا طبعا دي فولس، مش هتتنفذ، يبقى هيروح لوايل تاني من البدايه. خلاص مش هيتنفذ، هيجي ينفذ وايل. طالما ان التكست يساوي سترنج، اه فعلا هو بيساوي سترنج، خلاص هيروح هنا هينفذها، مش هيجي ينفذ دي، هيقول له ابتدي باللي بعدها، تجاهل الزيرو. مش هينفذ ده بقى، مش هينفذ ده، هيروح يبتدي باللي بعده اللي هو بعد سبيس ام، يبقى يروح ضايف ام بعدها. خلاص وبعد كده واي، هيلاقي سبيس، مش هينفذ ده، هيروح ينفذ اللي بعده، زود لي باللي بعده ان، وهكذا. اتفهمت يا شباب؟ معلش هو مثال صعب شويه، بس لو اتفهم هتلاقي الموضوع بسيط، وهو مهم جدا في بروجرام هناخده بعد كده اللي هو ازاي ان انا اعمل حاجه اسمها ماد ليب، هنتكلم عليه في دروس قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه